القيادي بحركة مجتمع السلم. أهلا بك سيدي ومرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا. سيدنا نعمان، ربما العديد من علامات الاستفهام تحوم حول عدم ترشح حركة مجتمع السلم في رئاسيات ديسمبر القادم إن شاء الله 2019. اليوم أسئلة تحوم حول عدم ترشح هذا الحزب الذي يعتبر لطالما هو معارض بصريح العبارة، لكنه دائما لا كانت معارضته وانتقاده بناء، ودائما كان يشارك في الرئاسيات. ربما رئيس حركة مجتمع السلم في الماضي القريب صرح بأنه يجب التعجيل بالرئاسيات، وأن الحركة والحزب مستعد لخوض هذه المغامرة وغمار رئاسيات 2019 ليخرج اليوم بتصريحات بعدم مشاركتهم في الرئاسيات. بين الأسباب والدوافع اليوم، هذه هي العلامات التي تطرح، علامات الاستفهام التي تطرح. نعم، شوف أخي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال، إذا كان نظرتم إلى مسار الحركة منذ المؤتمر الأخير، ونحن نتكلم عن التوافق الوطني والتحالفات الوطنية، وقلنا مرارا وتكرارا أن الجزائر تمر بمرحلة صعبة، ولا يمكن لرئيس أو حزب وحده أن يمر بالجزائر إلى بر الأمان، وإنما للمرور إلى بر الأمان لابد من توافقات حتى الوصول إلى هذا. هذا هو الخيار الذي اخترناه ودفعنا في هذا الاتجاه من أجل التوافقات والتحالفات حتى تمر الجزائر إلى بر الأمان. وحاولنا مرارا وتكرارا، ولازلنا نعتقد أن الانتخابات هو الحل، وليس الذهاب إلى مراحل مشبوهة أو غير معلومة المعالم، وإنما الطريق الأوحد الذي يوصل إلى بر الأمان في اعتقادنا هي الانتخابات. إذن معناها خيارنا، قلنا لا نشارك في الانتخابات. لماذا قلنا لا نشارك بمرشح في الانتخابات؟ يعني لا نترشح في الانتخابات، ولم نقل بأننا نقاطع الانتخابات. هناك فرق بين عدم الحمرين. ترشح أو ترشيح شخصية من الحزب لخوض غمار الرئاسيات، هذا هو السؤال المطروح اليوم. نعم، نحن قلنا لا نرشح شخصية من الحركة لماذا لم نترشح؟ ولم نقل أننا ضد الانتخابات، قلنا لم نترشح لأننا نعتقد، والوقت لا يزال متسع، إذا كان هناك توافق أو تحالف خلال المرحلة القادمة فنحن مستعدون لذلك. أما إذا لم يكن أي تحالف وأي توافقات خلال المرحلة القادمة، قلنا أن المرحلة نريد دائما الحركة أن تكون سببا في الحل، ولا تريد أن تكون سببا في تأزيم الأوضاع، ولهذا قلنا لا داعي أن نشارك في الانتخابات لحتى لا نكون ربما سببا في أزمة ما، وإنما نكون دائما طرفا في الحل لإنقاذ الوطن مما نحن فيه. طيب، العديد ربما من الأصداء تفيد بأن الحركة لن تشارك في هذه الانتخابات، نظير لعدم ربما مقدوريتها في الوصول إلى قصر الرئاسة، هل هذا صحيح؟ هذا كلام غير صحيح. لماذا أقول بالنسبة لنا، يعني لو نتكلم بموضوعية واضحة وبأرقام، هناك أحزاب الموالاة أو أجهزة السلطة المعلومة. بعد ذلك، من هو رقم واحد في المعارضة، ومن هو رقم واحد الذي يحوز على عدد الناخبين إلى آخره، هي حركة مجتمع السلم. وبالتالي بإمكاننا في أقل من أسبوع أن نجمع التوقيعات، وبإمكاننا أن نكون موجودين، وبإمكاننا أن ننافس منافسة حقيقية. لماذا نقول منافسة حقيقية؟ لأن عندنا القدرات على مراقبة الصناديق، وعندنا قدرات على إحراج السلطة والإدارة. لكن بالنسبة لنا في هذه المرحلة، قلنا لعله ربما ترشحنا وتقدمنا قد يكون سبب في أزمة ما، لهذا قلنا لا داعي أن نحرج الآخرين. احنا بالنسبة لنا حتى نعطي رسالة، نحن متعفين، ليس هدفنا هو السلطة، ليس هدفنا هو الوصول إلى كرسي الرئاسة، بقدر ما هو هدفنا الأساسي هو الحفاظ عن الوطن وتثبيت الديمقراطية بصفة نهائية للمرحلة القادمة. شيء جميل، لكن ربما كان من الأجدر أن الحزب اليوم يدخل معترك الرئاسيات بعقيدة جديدة، بملف جديد، وأيضا ببرنامج جديد، حتى ربما يستقطب شباب الجزائري والمجتمع الجزائري للانتخابات، وانتخاب لما لا حزب حركة أو حركة مجتمع السلم ربما لتقلدها منصب الرئاسة حتى يكون شفافية أكبر. اليوم ربما العديد
يعترف بأنه في شفافية كبيرة في هذه الانتخابات نظير ما قدمته هذه السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات. اليوم ربما عديد من المرات تخرج عديد من الصحف ووسائل الإعلام وحتى وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات تفيد بأن الأحزاب الإسلامية لطالما رفضت الترشح للرئاسيات لأسباب أو لأخرى العديد والكل يجهلها. شوف يا أخي كريم، احنا لما نتكلم على نزاهة الانتخابات، الانتخابات لا يمكن أن نقول نزاهة. شوف، الانتخابات هي في حقيقة الأمر، حتى نكون واضحين، الانتخابات نزاهة الانتخابات هي إرادة سياسية وليست نصوص واحدة. ونزاهة الانتخابات هو الذهاب المجتمع إلى التصويت والحفاظ على أصواته. هناك طرفين، ونعطيك خير مثال لذلك. في سنة 1991 لما كانت الانتخابات التشريعية التي أوقفت في 91، لما كانت في ذلك الوقت الإرادة أو كانت الإرادة السياسية على أساس تكون انتخابات، كانت انتخابات ناجحة، رغم أنه كان وزير الداخلية في ذلك وهو معلوم معروف الجنرال عبد البقير. إذا القضية قضية إرادة سياسية. نعم، نسمع الكلام الآن ونحن عندنا تجربة، ف 95 كانوا يقولون انتخابات ستكون ناجحة، لكن أثبتت غير ذلك. نعم، تصريحات الآن كثيرة تقال بأن ستكون انتخابات ناجحة، وهذا الذي نتمناه. لكن دعنا نقول أنه الحكم عليها سيكون يوم 12 بصبر، سيحكم عليها إما لها وإما عليها، ونتمنى أن يحكم لها أن تكون انتخابات ناجحة، لأننا في اعتقادنا أن الانتخابات الناجحة هي التي تبني دولة ديمقراطية حقيقية، وهي التي تحمي الوطن من التفكيك. أما أنه إذا ذهب إلى شيء آخر فهنا يتحمل مسؤوليته ما بيد الأمر. أما نحن مجتمع سلم، تقديرنا لهذه المرحلة لما دعونا الناس وقلنا يا ناس المرحلة صعبة تقتضي توافقات وتقتضي أن يجتمع الجزائريون مع بعض وفق برنامج معين ووفق شخص معين للوصول إصلاحات حقيقية والذهاب إلى بر الأمان، لكن لما إلى غاية اليوم لم نلقى استجابة. بالتالي نحن نترقب، ولعله خلال الأيام القادمة هناك من تدعو قد يتطور الأمر إلى التوجه إلى توافقات، وفي الحالة هذه سنكون حاضرين إن شاء الله. جزيل الشكر سيد نعمان العور، كنت معي عبر